شيخ حفظكم الله، مثلا أنا سافرت من الرياض إلى القصيم ومكثت يوم أو يومين في القصيم ورجعت إلى الرياض، وجبت علي صلاة الظهر في الطريق نصف الطريق، نويت أن أخرها مع العصر، هل إذا وصلت مثلا منطقة أصلي ركعتين أو أربع؟ وأنت من أهل الرياض؟ نعم. إذا وصل الإنسان إلى بلده وهو لم يصلي الصلاة التي دخل وقتها وهو مسافر فعليه أن يتمها لأنه انقطع السفر. والعكس بالعكس، لو أن الإنسان دخل عليه الوقت وهو في بلده ثم سافر قبل أن يصلي فإنه يقصره، كرجل أذن الظهر وهو في البلد ثم سافر قبل أن يصلي فنقول صلي الصلاة في السفر صلي الظهر في السفر ركعتين، يصلي ركعتين إذا صلى إذا شد إذا خرج من بلده قبل أن يصلي يصلي ركعتين ولو أذان الظهر في البلد. نعم، العبرة بفعل الصلاة لا بوقتها.